ليبيا تعيش وسط تطورات متلاحقة ومتسارعة وعلى عدة أصعدة، ففي ساحة المعارك تحولات عسكرية مدروسة مكنت قوات الجيش من تحقيق نقاط تحول كبيرة في الساعات الأخيرة، قد تكون كافية لتغيير المشهد في ليبيا وتدمير الخطط التركية في التوغل هناك، وفقاً للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري. القادم هو مسح كل المواقع الرئيسية للإرهابيين، القادم هو تدمير أحلام أردوغان على سوار طرابلس. أبرز ملامح المرحلة الحالية من خطط الجيش الليبي الوطني كانت القبض على واحد من أخطر عناصر داعش انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية، وهو قيادي سوري يقاتل مع تشكيلات الوفاق يدعى محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني. ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الوطني، فإن نقل أنقرة للرويضاني يهدف لتعيينه كقائد لفيلق الشام في ليبيا، تقدم تزامن مع استمرار تركيا بإغراق ليبيا بالمرتزقة. فوفقاً لمصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، هناك تحركات تركية لنقل مقاتلي الفصائل الموالية لها من مدينة عفرين في سوريا إلى ليبيا، في محاولة منها لتسلم زمام الأمور بالكامل بسبب فساد هؤلاء المقاتلين ومحاولتهم تحريض المواطنين وفقاً للمرصد. مصادر أخرى في مطار مصراتة أفادت بأنه خلال الساعات الماضية هبطت طائرتان ليبيتان قادمتان من تركيا على متنهما أكثر من 300 مرتزق سوري. روان حمزة، الحدث.